أهلا وسهلا بكم أيها الأعزاء مع حصة جديدة من حصص العربية الثامن في مسلسل التعلم عن بعد في رحاب المدرسة الفلسطينية، فكونوا معي. إملاء حذف العلة من آخر الأمر. لنتذكر، ضع كلمة نعم أو كلمة لا أمام ما يلي: أفعال العربية ثلاثة، ماض مضارع أمر. حروف العلة الشهيرة ثلاثة: الياء الساكنة إثر كسرة، الألف الساكنة إثر فتحة، والواو الساكنة إثر ضمة. فعل الأمر يأتي مبنيًا على السكون إذا كان صحيح الآخر، مثل قولنا اعمل، في قولنا اعمل صالحًا في حياتك، إلى ما يلي: إلى هذه الصفحة من الإجابة. لكن قد يأتي فعل الأمر منتهيا بأحد حروف العلة تلك كالألف، مثل اسعى بصورته الأولى. ماذا سيحدث مع فعل الأمر المعتل الآخر بأحد حروف العلة الشهيرة عند بنائه؟ هيا بنا إلى هذا الجدول اللطيف ذي العناوين اللطيفة. الأمثلة: فعل الأمر بناؤه على صورته القديمة، كتابته الحالية. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، فعل الأمر ادعو بناؤه على حذف حرف العلة ألا وهو الواو، صورته القديمة على ذلك ادعو، كتابته الحالية بعد بنائه على حذف حرف العلة ادعو، فقد سقطت الواو بعد العين وجعلت الضمة على العين دليلا عليها. يا رب اسقي القدس من رحمتك، فعل الأمر اسقي بناؤه على حذف حرف العلة ألا وهو الياء، والدليل صورته القديمة اسقي، كتابته الحالية اسقي. هكذا فقد سقطت الياء بعد القاف ووضعت كسرة تحت القاف دليلا على أن المحذوف بعد القاف إنما هو الياء. ارضى بما كتب الله لك، فعل الأمر المطلوب ارضى بناؤه على حذف حرف العلة ألا وهو الألف، والدليل صورته القديمة ارضى، كتابته الحالية ارضى، فقد بني هذا الفعل على حذف حرف العلة ألا وهو الألف، فقد سقطت الألف بعد الضاد ووضعت فتحة على الضاد دليلا على أن الحرف المحذوف بعد الضاد إنما هو الألف، إلى ما يلي. القاعدة: إذا جاء فعل الأمر معتل الآخر بأحد حروف العلة الشهيرة فإنه يبنى على حذف حرف العلة الموجود، وتوضع حركة على الحرف قبل حرف العلة المحذوف لتدل عليه، كقولنا ادعو، وصورته القديمة ادعو، كتابته الحالية ادعو، إلى ما يلي. أجب، أكمل الجدول التالي. ها هو سؤال جديد يلقانا في الطريق، أجب عن هذا السؤال وفق الجدول التالي الذي ترى. ها هي صفحة الإجابة. إلى اللقاء.